مرحبا يا هلا والله. عندنا اليوم حلقة مميزة، لقاء مع مدمن متعافي. هذا الشخص جدا بيعز علي وتعرفت عليه من فترة، والحمد لله صار له 6 شهور متعافي من إدمانات قوية، فهو راح يقول لنا قصته. مش حاب احكي لكم اكثر، خلينا نرحب في ضيفنا واخوي عصام. عصام حبيبي، كيف حالك؟ شو الاخبار؟ حياك الله اخوي سعد، كيف الصحة؟ كيف الاخبار؟ عساك طيب؟ الله يمسيك بخير، نورنا طبعا. والله الشرف لي، شرف لي اني انا موجود هنا ومعك ومع الجماعة اللي موجودين، حياكم الله. الله يسعدك يا حبيبي. عشان احنا ما نطول طبعا بالعادة، بعد المقدمة انا قبل هيك كنت مدمن المخدرات سابق، وعملت 6 حلقات عن الطريقة اللي بطلت فيها المخدرات. لو حترجع تشوف راح تستفيد منها كثير. اليوم راح تكلمنا انت عن خبراتك. انا خبراتي تكلمت عنها في فيديوهات، ممكن قابلت شباب. انا صراحة ما بجاملك، معجب جدا فيك بقوتك، لان الادمان كنت داخل فيه قوي، زائد انا معجب حتى في الباك جراوند اللي انت جاي منها. انا كمان مواليد الامارات وانت توقع مواليد الامارات، فاحنا بلديات زي ما نحكيها. حدثنا يا عصام عن قصتك اول شيء، عشان اسالك اسئله ولان بحكي كثير خليك انت تحكي. اول شيء واهم شيء، احكي لنا قصتك، كيف دخلت في الادمان؟ الادمان برو نفس ما تقول. طبعا انا اسف، لو تعرفنا عن حالك في البدايه. انا اسف. اوكي، وبعدين تحكي. اولا انا اسمي عصام، عصام من المغرب، مواليد الامارات نفسك سعد. كنت طبعا نفس ما تقول مريت بامور حياتي نفس الرولر كوستر في خلال فتره حياتي. كنت عانيت من السمنه او البدانه لفتره طويله في حياتي، نحفت، ولكن الشيء هذا سبب لي نوعا ما ضعف في الشخصيه او عدم قبول لذاتي. يعني حتى لما نحفت ما قدرت اني انا اتاكد اني انا فعلا لي قبول او لي نفس ما تقول قبول من المجتمع او من الأسف بالضبط. فبالتالي هذا الشيء سبب عندي نوعا ما شكوك، خلى عندي ثقه في نفسي مضطربه. اضطراب الثقه في النفس هذه ادت طبعا مع مرور الوقت الى اني ادخل لمجال الادمان. مجال الادمان نفس ما على حسب سؤالك، بدايته يا سعد، كان عندي صديق موجود كنت ادام في احد البنوك، فصار في عندي نفس ما تقول تتش حساس بيني وبين شخص. فالتتش هذا سبب عندي انفعال قوي نوعا ما. لما زاد الانفعال، اخذني احد الزملاء مثلا للباركينج، قال لي عصام عندك هذه، جرب هذه في السياره. انا شفت لقيت لمبه، قلت يا اخي شو هذا؟ قال لي this is called happiness، او هذا اسمه السعاده. فانا قلت له يا اخي كيف سعاده يا اخي؟ شو السالفه يا اخي؟ دوخ انت لمبه، شو مجنون؟ فالمهم بدأت يعني قررت اني اجرب. الفضول وداني اني انا اجرب الشيء هذا. فاول ما اخذت يا اخي شعرت بمشاعر غريبه يا اخي، شعرت بشعور ثقه في نفس مش طبيعي. شعرت يعني اشياء قد تكون فيك، ولكنها في وقتها خلتني احس شعور مختلف. ما اقدر اقول لك انه شعور جيد. يعني شعور كان عباره عن شعور نفس ما تقول غضب، يعني خلاني اغلي من داخل، وفي نفس الوقت خلى عندي ثقه في نفسي فيك. هذه كانت بدايه الادمان اللي عندي. يعني كم كان عمرك وقتها؟ كان عمري تقريبا حوالي 22 23. كم عمرك الان ما شاء الله؟ حاليا عمري 28. هو العمر كله. طيب حدثنا عن الرحله، معناته من 22 28 رحلة إدمان المخدرات، خلينا نكون واضحين أكثر. حدثنا عنها، قلنا دخلت كيف كانت ups and downs، وقف تيجي قبل التعافي بأي شيء، إحنا بس حابين نعرف رحلة الإدمان. بالنسبة لي سعد، يعني نفس ما تقول رحلة الإدمان كان لها أسباب كثيرة. الأسباب اللي خلتني أدخل أو إني أتغلل للإدمان أسبابها قد تكون من قبل الإدمان أساساً. فخلال رحلة الإدمان، كل ما يعني لاحظت إن خلال الإدمان يغطي على أمور كنت أنا أوريدي أعاني منها في الماضي، نفس مثلاً ضعف ثقة في النفس،
قبول من الطرف الآخر أو اللي خلاني أدخل علاقات علاقات مع الجنس الآخر، اللي هي خلتني يعني أغوص أكثر في الإدمان، عرفت؟ فهذا الشيء يعني نفس ما تقول سبب لي نوعا ما ضعف الشخصية عندي، لين ما قدرت. طبعا أنا كان عندي فضول خلال الفترة هذه، فهذا الشيء سبب لي نوعا ما تطرق للمعلومات، خلاني ما أعرف مين أنا، يعني دائما أستفسر، دائما أشيك، دائما أتعلم، وهذا لأن ما الحمد لله لما ربك عفى عنا، يعني قدرت إني أستغل المعلومات هذه. يعني أنت الفكرة، أنا ليش أنا سألتك رحلة الإدمان، خلينا أوضح فيها أكثر. يعني أنت بدأت عمرك 22، جربت بلمبة بالباركينج مع أصحابك، بس هل بعدين استمريت تاخذها بشكل يومي ولا بشكل اسبوعي؟ كيف كان الاون اند اوف تبعها؟ هل دخلت معاها في ادمانات مخدرات ثانيه؟ أنا هذا اللي حابب اسمع منك عشان تعرف كيف مرات لما تقول قصتك تشبه ناس معينين، يعني قصتك تشبه ناس، عشان انا بحب اسمع القصه تبعت الادمان، عشان اللي بيسمعنا الان بيتابعنا اذا هو قريب منها يستفيد اكثر. نعم. هي شوف سعد، هي طبعا اول ما بدا الموضوع نو تقدر تقول ان شيء يجر شيء، يعني ادمان يجر ادمان. الشخص او ما اقدر الوم الشخص اللي خلاني ادمن، بس الشخص طبعا نفس ما تقول غرس فيني نوعا ما بذره معينه، اللي هي بذره انك انت تريد توفر لنفسك شيء معين. الشيء هذا سبب لك نوعا ما فضول في بالك. بالضبط. الفضول هذا خلاك تريد تجرب أشياء ثانية، تريد تشوف هل الأشياء الثانية ممكن أنها تساعدك. فهذا الشيء يعني نفس ما تقول بديت أستخدمه في الفترة الأولى لمدة يوم، تقطعت بعدها خلال أسبوع ما استخدمته. جربت الشباب اللي بتتابعنا مش عارف اللي في اللمبة هو الشبو، لأنه يعني في مرات ناس بيتابعونا ما بيكونوا عارفين، والشبو بالعاده يدخنوه في بايب قزاز، اذا ما في طبعا هو ممنوع لانه بيع البايب قزاز، يدخنوه في لمبه اكبر. حتى 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 في حتى لو مش لمبه، يعني حتى يقدروا يصنعوا البايب الزجاج قام ايزي انه يتصنع يعني. وغير كذي دخلت في بعض الادمانات، نفس ادمانات الحبوب. هذا في حال انه ما توفر عندي مثلا الشبو، لانه كان سعره نوعا ما غالي. فالحبوب كذلك كانت تتوفر لي من أشخاص أو من أصدقاء معينين. الحبوب غير الحبوب والشبو أخذتها لفترة أسبوع تقريبا. بعد الأسبوع هذا صار عندي نوعا ما حب لهذا الشيء، يعني صار في عندي ارتباط لهذا الشيء. صرت أقول ان هذا الشيء يعطيني ثقه عاليه بنفسي، فانطمست في هذا الموضوع. لما دخلت في هذا الموضوع، يعني زادت الفتره، صرت اخذها مثلا فتره كل يومين. طبعا انا كنت اداوم في البنك، فصار الراتب اللي عندي اللي كنت استلمه صار كله تقريبا يروح في المواد هذه. بعدها صارت لي مرحلة، صار في عندي زيادة في كريات الدم البيضاء بدرجة كبيرة. طبعا أنا هذه الفترة كنت فيها في مرحلة عالية من اللياقة في جسمي. الشيء هذا خلاني أدخل لمستشفى. دخلت المستشفى لمدة تقريبا 5 أيام نايم في المستشفى. كانت حالة خطيرة جدا. الفترة هذه راجعت فيها أفكاري، راجعت فيها بعض الأمور، ولكن المخدر هذا كان تقدر تقول أقوى بكثير من إن الشخص، من إني أنا إني أقدر إني يعني بالضبط أطوف له، أو إني يعني هذا كان في أي سنة مثلا؟ تقول يعني 22 كان عمرك، يعني نتكلم إحنا بال 2016 بديت تقريبا. متى أول محاولة هذه اللي تتكلم عنها لما بديت تدمن بشكل كل يومين ثلاث، متى أول محاولة التعافي كانت؟ هذه كانت في 2018. أوكي. وبعدين ما قدرت واستمريت؟ مش إن ما قدرت، فعلا أنا وقفت لمدة شهر.
وقفتها لمدة شهر. طبعا هذه لما راجعت فيها أفكاري، ولكن أصدقاء السوء، رفقاء السوء، أول ما تكلمه المخدر هذا يعطيك نوعا ما شوق كبير، يخلي عندك كريفينج عالي. فيجيك يقول لك يا أخي تعال ما عليك، والموضوع وعلي بيدك صدره وهذا، فأنت شو تمون عليك الصداقة نوعا ما، فتروح معاه فتقول له أوكي يلا ما في مشكلة، تروح لأن ما يصير مثلا هو بدل ما إنه يوفر لك يا أو يعطيك يا يصير يبيعك مثلا، فأنت تصير تريد تدور الفلوس عشان تروح تجيب، فما تقدر تجيب، فتصير أنت مثلا تحاول تمشي من هون. بالضبط. الأصدقاء اللي هم ياخذوا معاك أو يتعاطوا معاك، تريد تخليهم يعني تريد تقول لهم أنا بجيب لكم أو أنا بدبر لكم ما في مشكلة، وتريد وتأخذ حصتك منهم، عرفت؟ هذا الشيء سبب لي فقدان في التركيز في حياتي المهنية. ولكن مهما كان في هذيك الفترة كنت لسه ماسك أموري، كنت لسه ماخذ كنترول، كنت لسه تحت السيطرة. إلين ما جاء يوم، كان هو يوم عيد بعد رمضان. طبعا أنا خلال هذاك رمضان ما كنت عاطيت، ما كنت أخذت أي شيء، لكن أول ما دق أذان العيد يا سعد، أول ما دق أذان العيد كان عندي كمية بسيطة جدا، أخذت الكمية هذه وطلعت برا. رحت عايت على أمي، وكان عندي إنرجي خرافي. طبعا هذاك اليوم كانت صدقا بداية الإدمان بالنسبة لي، يعني هذاك اليوم كانت الإغنيشن. بعدها أنا أوريدي كنت ناوي إني كنت أوريدي درست مجال الرياضة ومجال الفتنس، وتركت البنك، يعني قدمت استقالتي على أساس إني أنا أدخل وأصير مدرب محترف. فبدأت مسألة التدريب، بدأت مسألة التدريب وتوظفت في أحد المراكز الرياضية المعروفة يعني. ولكن للأسف طبعا المخدر هذا يعني خلى عندي نوعا ما، بالإضافة للعلاقات اللي دخلت فيها، خلى عندي فقدان في التركيز للتوجيه المهني. فصح ان معلوماتي كانت عالية، صح ان تدريبي كان عالي الجودة، صح ان كل الأمور هذه كانت في مرحلة عالية من الـ level، لكن في كل الأحوال ما قدرت أني أنا أنظم وقتي، ما قدرت أني أنا أوفق بين الاثنين. يعني عندي كان الإدمان، كنت أروح أداوم أبذل جهد خلال الدوام أرجع مهلوك، فعشان ألقى القبول اللي هو كان عندي فيه مشكلة أوريدي أنا في شخصيتي، كنت ألجأ للإدمان عشان هذا الشيء، فما كنت أقدر أنام. تعرف أنت المخدر هذا ما يخليك تنام. نفس ما وضحت لك يعني، فهذا الشيء خلاني نوعا ما أفقد التركيز في مجالي المهني لين ما فقدت وظيفتي. فلما فقدت وظيفتي لقيت وظيفة ثانية برضو نفس وظيفة ككوتش قصدك؟ بالضبط. لقيت وظيفة ثانية. لما لقيت وظيفة ثانية صار في نفس ما تقول هذا من عند الله، هذه أقدر أقول إنها من عند الله، خلاني أفقدها هي كذلك لأسباب أخرى ما لها علاقة بالإدمان. الحمد لله. الحمد لله. فبالتالي هذا الشيء سبب لي اكتئاب لمدة طويلة. الاكتئاب هذا خلاني أراجع أفكاري أو أستسلم نوعا ما لمدة معينة. ولكن أنا آسف إني قاطعك، بس أنا هذا اللي جاي أسألك فيه، إنه إيش اللي خلاك تفكر تترك؟ أنت قلت لنا أول مرة حاولت في 2018 لما دخلت المستشفى كان عندك مشكلة في كرة الدم البيضاء. ثاني مرة اللي هي كانت إنك خسرت الوظيفة اللي بتحبها اللي هي بينج كوتش محترف، وبعدين خسرت الوظيفة اللي جت بديلة لها. هل هذا كان هو الألارم اللي ضرب معك؟ وأي سنة كان الموضوع؟ هذا ما كان الألارم اللي ضرب معي يا سعد. والله صراحة يعني هذه كانت تقدر تقول التحطيم العاطفي اللي تسبب لي في إني خسرت الوظيفة اللي أنا كنت شغوف فيها، سبب لي غطس أكبر في الإدمان. فالشيء هذا خلاني يكون عندي اعتمادية
طبعا انا بحكم اني خسرت الوظيفه ما اردت اني انا اخسر كذلك العلاقات اللي كنت بانيها، فانت فركز فخليت تركيزي كامل على العلاقات اللي كانت موجوده. هذا الشيء سبب عندي نوعا ما اعتماديه على الاشخاص، خلى عندي تعلق كبير في الاشخاص، اسمه كودبندنسي. بس انا اعطي تعليق على موضوع مهم، في ناس كثير حتى من الاهالي اللي بتابعونا ومن الشباب بيفكر انه هو عشان يتعافى ممكن زي هيك. الان شفت كيف جالك انذار انك خسرت وظيفتك، هذا خلاك تدخل في اكتئاب صحيح، هذا ما راح يخليك تطلع من الادمان اكيد، لكن حيخليك تغوص اكثر عشان تطلع بعدين. يعني في نقطه مهمه جدا، يعني مرات الانسان لازم يوصل الركبتهم بعدين يطلع مره ثانيه، بس عشان يوصل لازم مشكله مشكلتين ثلاث. فهي فعليا في بعض الاهالي بيكونوا شايفين انه انت الطريقه اللي تقولوها استخدمناها مثلا، او يكون واحد بنصح دكتور ولا شيء بيستخدم نصيحته ما بيشوف نتيجه، بس هو فعليا ما راح تجي النتيجه بسرعه، لازم تصير مصيبه. لما تصير مصيبه حينزل الامور لاسوء بعدين حتطلع. والمصيبه جت، المصيبه جت في وقت لاحق يا سعد، المصيبه جت لما فعليا يعني ضليت لوحدي، تقدر تقول ضليت لوحدي، خسرت الوظيفه، خسرت مصدر الرزق مالي، خسرت اصدقائي، خسرت الاشخاص اللي كنت متعلق فيهم، ضليت لوحدي، كنت صرت لحالي في الموضوع. شيء هذا خلى الحمد لله ان هذا الشيء صار، لانه خلى عندي يكون صله قرابه بيني وبين رب العالمين بشكل كبير، لان لقيت الله معي. فشبت بالله، وكانت والدتي من احد اعظم السبورت اللي موجود لي. بالاضافه الى انه في احد الايام شفت الفيديو مالك يا سعد، لاني كنت ادخل للانترنت، كنت اشوف الفيديوهات بالاخص المواقع العربيه، كيف طريقه الخروج من الادمان، كيف طريقه الخروج من الشبو. هذا كل الفيديوهات او اغلب الفيديوهات اللي موجوده كانت فيديوهات تحطيميه، يعني انا ما كنت لسه شفت قناتك، ما كنت لسه شفت قناه خبرات التعافي، ما كنت على درايه بيهم. فالشيء هذا يعني نفس ما تقول، اول ما شفت القناه اللي عندك، اول ما شفت الفيديو حسيت كأن الله كلمني، كأن الله يعني قاعد يقول لي هذا هو الطريق، هذه الطريقه. اول ما شفتها زاد عندي الامل، خلاني اني انا اقول لا، ما دام ان في طريق، ما دام ان في وسيله، معناها احنا كلنا نقدر. والاشياء اللي كانت تدور في بالي نتيجه للعلاقات، لكن انا قلت لك انا انسان كنت افكر في الاشياء كثير. يعني انا كنت القناه اللي كنت اسويها كانت اسمها analytical believer، فكنت افكر في، يعني احاول افهم الاشياء بشكل علمي اكثر. فنفس ما تقول فهمي لبعض الامور خلى عندي step by step process، اني انا اقدر افهم وترجم لنفسي كيف ممكن ان الشخص يطلع من الموضوع. ومتى بدأت بالتعافي؟ محاولات جديه، احنا نتكلم 2018 كنت تحاول، بس المحاولات اللي هي جديه صح فيها انتكاسات، لكن اخذت الموضوع من جد. يعني المحاولات اللي بدأت فيها الخروج من الادمان هذا، يعني خلال من اخر سنه تقريبا. طبعا الشباب اللي معانا في الجروبات التعافي بيعرفوا عصام دائما اكتب معانا دائما في الميتينجز وكذا. قول لي صراحه عصام، انت احنا دائما نتكلم عن موضوع لجأنا لله بمعنى الكلمه، حدثنا عن قصتك انت في التعافي بشكل عام، يعني انت لقيت فيديوز تمام دخلت، اعطينا البروسس. انا صراحه يعني انا تشجيعا للشباب بحب نقول قصص نجاح عشان يعرفوا انه شخص كانت عطش شبو 4-5 سنين، ممكن 6 سنين، كان اول سنتين كانوا مش ادمان قوي، لكن بعديها ادمان قوي مع لركة، مع حبوب، مع اشياء مختلفه، مع ادمان علاقات جنسيه او ادمان علاقات عاطفيه نتكلم بشكل عام، ممكن نتطرق لهذا بعدين. لكن كيف انه التعافي ممكن؟ كيف انه الان 6 شهور صار لك متعافي ما شاء الله؟ شوف، التعافي الشيء اللي خلى عندي نفس ما تقول امل للتعافي بشكل صريح وبشكل سيدة، هو فهمي للموضوع. فهمت ان الاجراء او الانتكاسات اللي كنت انتكسها خلال اخر سنة وضحت لي ان الشخص قادر جدا انه يتعافى، وان مرحلة التعافي، يعني صح اني كنت اوقف مثلا لمدة شهرين،
بعدين رجع انتكس والانتكاسة تكون أقوى بكثير فهمتي من اللي قبلها. بس آخر يعني آخر مر آخر مرتين أو آخر انتكاسة لي قبلها كان عندي بروسيس واضح اللي هو خلال أول أسبوع من التعافي قضيت تكاملا نوم وأكل فقط. الشيء هذا أو يعني نفس ما تقول خلى عندي ريبيلد، رجع لي الطاقة اللي موجودة. بعدين الرياضة، أنا شفت أحد الفيديوهات مالك إن حتى لو أنت مثلا مدمن بإمكانك تروح تمارس الرياضة لأن هذا الشيء راح يزود عندك الإندورفينز. فبالتالي بديتها بمشي، يعني أول ما أقوم الصبح كان ما يكون عندي خلق إني أتحرك، ولكن كنت أجبر نفسي إني أنا أطلع برا البيت أخلي الشمس تضربني عشان فيتامين دي. كنت أتمشى، هذا الشيء خلى عندي نوعا ما شعور بالإنجاز، خلى عندي إني أنا أحس إني أنا أنجزت شيء، سويت شيء في حياتي، سويت شيء خلال اليوم. شوي شوي الشعور هذا بدأ يزيد، صرت مثلا تعرفت على موضوع السلف لوف أو حب الذات. فحب الذات فعليا بالنسبة لي أنا كان عبارة عن إني أسوي أشياء بإيدي لنفسي، عرفت يا سعد؟ عصام أنا قطع الصوت شوي، الصوت قطع شوي. إحنا صراحة يعني نستفيد كمان فكرة إنه عصام أنا ما بحب كثير أتكلم عن موضوع طرقنا إحنا اللي بنطرحها مشان متعافين، وأنا واحد منهم، إنه كيف هي ممكن تكون جدا مفيدة لأشخاص وتتعافي. ما بتتخيلوا قديش الموضوع هذا مفيد جدا. أنا من تجارب ناس، أنا شخصيا سعد عافيت من شخص في اليوتيوب، حطيت مرة عملت عنه قصة، هو في تكساس هون، وتعافيت برضو عن طريق شخص متعافي ومدرب رياضة في الأردن. هم الاثنين اللي فادوني فعليا، مع أني زرت دكاترة وزرت معالجين وكذا، لكن فعليا ما قدرت أتعافى بمعنى الكلمة غير. فلا تستهينوا بخبرات الشباب متعافين، لا تستهينوا بالأشياء الجروبات اللي بنعملها معنها، كلها مجانية، كلها أشياء مجانية. في الشخص اللي عنده بده بيقدر إنه يستفيد من هذه الخبرات، سواء من خبرات عصام، من خبرتي اللي نحطها، من خبرات التعافي قناة اليوتيوب، من أي حد عملنا معاه مقابل، من أي شخص بتعرف بحياتك متعافي، هو أكثر شخص ممكن يفيدك. وأنا إن شاء الله راح نعمل بورد عندنا على الويب سايت على الموقع، نكتب قصص نجاح للتعافي، نصير نطرح قصص نجاح كتابة كمان. نكمل معك أخوي عصام إذا موجود معانا بعدك. اتوقع ان الانترنت عندك مش زياده، فهذه النقطه مهمه جدا انك انت تحتك او تتعامل مع شخص تعافى بمعنى الكلمه، مش تعافى شهر شهرين، لا، شخص على الاقل صار له 6 شهور متعافى. لاحظ انا في قناتي بحاول ما اطلع احكي مع حدا غير اللي بيكون 6 شهور كمل تعافي، لانه بعرف على الاقل 6 شهور بدك او سنه حتى تصير فعلا متعافى. هذا يعني لو سمح الله ممكن ما تنتكس، ممكن، بس بالعاده الاشخاص اللي بيمسكوا التعافي 6 شهور سنه حتى لو انت كسبوا بيرجعوا ووقفوا على رجليهم. يعني بصراحة هذا البورد بالذات تابعوني شباب عنده قصة نجاح، اللي مو حاب يطلع من قابل ونتكلم معه بيقدر يكتب كتابة، هذا الكتابة صدقوني بتفيد ناس كثير، بتفيد ملايين من الناس. أخوي عصام معنا؟ معك أخوي سعد. أنا كملت عنك الموضوع، حطيت نقطة مهمة جدا عن موضوع إنه خبرات الشباب المتعافين هي أهم شيء في التعافي. والله أنا بالنسبة لي بقول لك أوكي دكتور إيدك إذا عندك أدوية، عندك انسحابات، مصحات كمان كويسة للحالات الصعبة، بس أكثر إشي بينفع التعافي الشخص الثاني المتعافي اللي صادق التعافي. كمل أخوي. فبالنسبة للموضوع وصلنا المرحلة الثانية لما دخلت في الرياضة وبلشت تحس نفسك مرتاح أكثر، وإنك أنت ريورد سيستم عندك أو نظام المكافأة في دماغك بلش يشتغل، إنك قاعد تنجز. ايوه. فبالنسبه اول ما دخلت مساله الرياضه يا اخوي سعد، بدا الموضوع عندي يزيد مساله حب الذات عندي. يعني بديت احس اني انا شخص استاهل، زاد في عندي قبول للذات اكثر. يعني حتى المشاكل اللي كنت اواجهها من قبل، يعني صرت اشوف نفسي بالشكل اللي انا فعلا عليه، يعني الشكل اللي انا فعلا استحق. زاد عندي شيء اسمه self worth أو القيمة الذاتية لنفسي. فبعد خلال الفترة هذه نفس ما تقول دخلت أو الفترة اللي بعد الأسبوع هذا في فترة اكتئاب قوية صارت لي، اللي هي أفكار سلبية، وهذه هي الشيء اللي ساعدني فيها طبعا
بشكل كبير هو الصلاة والمشي والرياضة. الرياضة كانت من أكثر العوامل اللي خلتني أني أنا أتغلب على موضوع الأفكار السلبية. عدا ذلك في نقطة مهمة يا سعد اللي هي مسألة التعلق أو مسألة الاتاتشمنت، كان عندي فيها مشكلة كبيرة أنا كعصام يعني شخصيا. المسألة هذه تقدر تقول كانت مبنية عندي على أمور سابقة، لأني أنا كنت أريد نفس ما تقول أحتفظ بالشيء اللي عندي عشان ما أخسره. ولكن في بعد ما خسرت كل شيء فعليا وستيب باي ستيب تغلبت على الإدمان، خلى وزاد حبي لذاتي وزاد ارتباطي بالله يعني بالصلاة، وهذا لقيت الحب الحقيقي لنفسي. فهذا الشيء هو اللي خلاني فعليا أتغلب على الإدمان بالطريقة الصحيحة. 100% على فكرة أهم نقطة في الحياة الإنسان يحب نفسه. تعرف أنا هاي كان عندي مشكلة فيها، وأنت قاعد تتكلم أنا بقول لك أنا بتعلم حتى من كل الشباب اللي بتكلم معاهم واللي بيتعافوا في طريق التعافي. أنا من جد بلشت أتأمل في هذا الموضوع أكثر. أنا كنت شاطر أيام المدرسة، فكان دائما تقييمي إنه سعد شاطر، سعد في الأول على المدرسة، سعد في الإذاعة، سعد في اليوتيوب الآن، سعد. فحبك حبي لذاتي كان يجي من تقييم أو نظرة الناس إلي. لاحظت هذا الموضوع على حالي آخر فترة، إذا ما عندي قبول عند حدا بتضايق من نفسي. جلست والله اليوم امبارح اقول لنفسي انت ليش تعد بهالطريقه تفكر؟ انت عارف انه فعليا انت الكلمه اللي قلتها جوهريه، اذا رب العالمين مبسوط منك المفروض تحب نفسك. بس مرات الانسان دائما بيركز على شيء خارجي. لو جلس مع نفسه وانعزل وبعد عن المشتتات وقدر يوصل لتواصل حقيقي مع ذاته اللي هو ما راح توصله غير كمان تواصل مع رب العالمين، راح ترتاح. راح يصير حتى لو واحد شافك دب، انا كنت دب كمان، انا نفس الشيء كنت اوفر ويت، فكنت جدا احس بشعور نقص بالذات مع البنات. ما الاقي البنات يعجبهم اخوي واصحابي ما يعجبهم انا، اقول نفسي احا يا خلني اضبط. فاهم؟ صغير يعني 14 15 بدي الاتنشن، بدي الاهتمام. سبحان الله كان يجيني بسبب اشياء ثانيه، قدرت اني اعوض عنه في شخصيتي. هذا الشيء بالعكس فادني لقدام، لكن دائما برجع بالاخر واحد اخرته يعني حيروح حيموت. فرضاء النفس وتقبل النفس لازم يكون جاي نابع من فقط رب العالمين سبحانه وتعالى، وبينه وعلاقته بين رب العالمين فقط. بس هذه it's very deep، عميقة جدا، لدرجة انه احنا بننساها مع انشغالنا بالحياة. ليش بتلاقي الاولياء والصالحين من كل الديانات اللي هم المتروحين صح تقوم بينعزلوا عن الناس بيختلوا خلوة؟ تعرف اجمل اشي في التعافي ايش كان؟ واللي انت فيه حاليا، انت الحين بس بلشت الحياة الحمد لله متعافي 6 شهور صار لك صح؟ 6 شهور للشهر السابق. انت بلشت دوام مرة ثانية ومشيت في الحياة، بس المرحلة اللي قبل هذه اللي قعدت فيها مع نفسك احلى ايام الحياه، واللي انت فيها كمان. انت الان يعني you have nothing to lose، انا خسرت كل شيء بالضبط. لما تيجي تقوم مش فارقه معك اي احد. انا اذكر ايام ما عندي سوشيال ميديا، ما عندي اصحاب، ما عندي اهلي اصلا زعلانين مني ما بيكلموني. صح انه شيء سيء بس انعزلت. والله رجعت لايام مخي رجعت لايام ذكرت كان عمري صف الرابع، كنت انام هيك على فرشه انا واخواني 4، احنا ننام مع نفسي في نفس الغرفه. متذكر ايام حلوه كانت احضر التلفزيون هذا العريض. المهم اخذنا الحديث، بس كيف انه الانسان فعليا اهم شيء تقديره لذاته. بس كمان انا ما بلوم حامل حلقه كامله على الموضوع، لانه في ناس في حياتنا بيحسون بهذا الشعور بالنقص لانه هم ناقصين. بمعنى بينظر لك نظره انك انت ما عندك فلوس، بقول لك الفلوس مش مهمه، بس اذا ما عندك فلوس انت بتحس، اذا تعرف هذا بيسموه احساس، تعرف هذا بيجي 0.4 ملي سكند من ثانية، مخك في جزء بالكنترول سنتر بالأيمن، دماغ الأيمن يحس إن الشخص متقبلك he's happy to be with you ولا لا. مهما أعطاك الابتسامة هذه في فرق، كده إحنا قاعدين تحس إنه أنا مبسوط معك ولا لا، تحس مش بسبب كلامي، شيء أعمق من الكلام اللي هو استشعارات من عيني لدماغك، دماغك تشوف نفس الشيء. هذا هو الشعور اللي يحسك بالجوي بيسموه، السعادة عشان تكون مرتاح. أنا بشوف دائما هو الكيور تبعها انت الناس اللي حواليك، تغير الناس، تحتك بناس جداد، مجتمع جديد كذا، اختار الاصحاب الكويس، وسوي حاجه تختلف نفسك، خليك مع الله في الطبيعه، رياضه والله وطبيعه، يعني هم اصلا كونكشن مش طبيعي. على كل الاحوال عشان احنا ما نطول على الشباب، طبعا عصام هو كوتش رياضه متخصص في الرياضه، الشباب اللي حابين برضو
يستفسروا اكثر اترك الانستغرام تبعه في صندوق الوصف، تقدروا صراحه هو ما بعرف كيف خدماته بالضبط، بس كنا نحاول نعمل كمان للشباب اشياء شبه مجانيه او اشياء رمزيه. انا من عندي حاب ادعم عصام، عصام طبعا شخص متطوع معانا في الجروب. انا حاب اسمع منك شغلتين عشان ننهي فيهم لان طولنا. نصيحه للشباب اللي تعاني من الكريستال ميث تقول لك هذا مستحيل تطلع منه، هذه اول شغله. والشغله الثانيه بصراحة أقول لهم إيش فايدة الجروبات، إيش فايدة الفيديوهات، إيش فايدة إن واحد يجي مع أصحاب متعافين. ذكرت هذه لما قطع، بس أعطينا بالأول نصيحة قوية لمدمنين الشباب لأنه انتشروا بشكل رهيب والله بيعانوا وأنا حاس فيهم. النصيحة اللي أقدر أقولها يا سعد للناس اللي مدمنين في المخدر هذا هو أن أهم نقطة الشخص عشان يطلع من المخدر هذا لازم يتذكر مين هو في الأساس قبل ما يدمن، يعني يحاول يرجع بالذاكرة لقبل الإدمان، لأن خلال الإدمان الأمور اللي تصير في الإدمان يكون الشخص already ما مخدر عنها، ما يشوفها. صح أنها تكون موجودة في العقل الباطني ولكن صدقا ما ينتبه لها. لازم يتذكر مين هو في الأساس، لازم يعرف الأشخاص اللي صدقا أو الناس اللي صدقاً مهتمين لأمره، عائلته، مش الأشخاص اللي هم المؤقتين اللي هم مجرد الشارع، أصدقاء الشارع، أصدقاء الطعام، أو نفس ما تقول الناس اللي يستغلوك، لأن المخدر هذا يعني يخليك easy going، يعني ما تفكيرك خاطئ يكون. كذلك تقرب لله، أو لأن التقرب لله هو مختلف من شخص لآخر، فيحاول الشخص قدر الإمكان أنه يوجد عامل الروحانية اللي هو بينه وبين الله، يعني حلقة الوصل ما بينه وما بين الله، بدون يعني قبل ما يتطرق إلى الدين. الدين يكون موجود عندنا، يكون موجود عندنا في subconscious من ناحية سلوكيات متعودين عليها بالضبط. وهذه من نقطة هذه يعني تعتبر من يعني أكثر الأشياء اللي ممكن تساعد الشخص إنه يتعالج من الشبو، والسلف لوف، حب الذات. حب الذات يا سعد، هذه من أهم النقاط اللي تخلي الشخص إنه يقدر إنه يشوف إنه يستاهل يطلع من الموضوع. حب الذات يكون عن طريق كلامه لنفسه، يعني ان خطاباته لنفسه او طريقه الكلام لنفسه تكون محفزه، ما يتم يجلد نفسه، ما يتم يقول لنفسه انا ما اقدر، بالعكس انت تقدر. لمجرد انك انت سويت اكشن او سويت خطوه انت تقدر، لان اي شيء في العضله مرنتها راح تزيد عندك قابليه القدره على انك تؤدي. وهذه سؤالك الاول سعد. السؤال الثاني صراحه فايت الجروبات اللي احنا مسوينها، او جروبات بغض النظر 12 خطوه اللي هم انا، او الجروبات المجانيه اللي احنا عاملينها، والفيديوهات والتعافي والشباب المتعافين اقصد الاحتكاك فيهم. انت قول لهم صراحه انه قصتك انت اكثر شيء اثر فيك. يعني انا لاني نفس ما قلت لك سعد، الفتره خسرت فيها ناس كثير، فأول ما لقيت إن في ناس صدقا لهم دعم صدقا وبدون أي مقابل، بدون ما يريدوا مني أي شيء، لمجرد إنهم تطوعيا قاعدين يساعدوا الشخص، علميا ساعد هذا الشيء يخليك تحس بنوع من الوطود، التوطد بينك وبينهم، تحس إن في ناس فاهمينك، بالإضافة إلى إن أي شخص تلقاه إنه هو في حاجة لك، أنت قاعد تسخر معلوماتك والخبرات اللي أنت مريت فيها عشان تساعده، وأنت أوردي مريت في الألم اللي هو مر فيه، فبالتالي أنت تعرف كيف ممكن إنك أنت تشرح له أو تعطيه الشيء هذا، فيكون نوعا ما تقدر تقول أخوة أو عائلة اللي هي مش عائلة بالدم. فهذه فائدة الجروبات، يعني كل يعني نوعا ما تقدر تقول building an empire أو قاعدين يبنوا community. جيل راح شاف الجانب السيء أو شاف الجانب المظلم من الحياة ورجع إلى الحياة الطبيعية، فعشان كذي يعرف قيمة الحياة، يعرف قيمة السعادة 100%. وأنا أختم صراحة في موضوع أخير
وانه هو الشخص لو بده يتعافى حتى لو ما عنده فلوس. يعني انت وضعك المادي لما كنت تعافى ما كان عندك وانا ما كان عندي، وما بده الموضوع انك تأجل فيه وتقول بدي اروح دكتور او اروح مصحة. اي نعم مصحة كويسة ودكتور كويس وبيسرع لك، لكن اذا انت عندك الارادة والنية صدقني بدك بس تحوط نفسك عشان متعافين، تكون صادق مع رب العالمين، جروبات التعافي تفيد، الاشياء المجانيه كلها تكفيك، فيديوهات اليوتيوب كذا. طبعا عصام قاعد بيحاول يسوي كمان محتوى على الانستغرام والتيك توك اللي حابين يتابعوا، ونستناك على اليوتيوب ممكن يوم ما ان شاء الله بتنورنا. حبيبي يا اخوي عصام انا اتشرف فيك واشكرك يعني على هذه الحلقه الجميله، وانا ان شاء الله لنا لقاء ممكن باخر السنه السنه القادمه. نتشرف فيك يا حبيبي. طبعا عصام كمان معانا في فريق المملات، تلاقوه في الجروب لو عندكم اي استفسارات. جروب التعافي لو حبيت تدخلوا عليه موجود، راح تلاقوه في صندوق الوصف. ممكن تتواصلوا معنا على الواتساب، بندلكم نعطيكم كورسات مجانية، في عندنا جروبات التعافي ندخلكم عليها. أي شيء بتحتاجوه برضو تواصلوا معنا عن طريق الواتساب. شكرا على متابعتكم لنا، نشوفكم على خير إن شاء الله في الجديد. السلام عليكم.